بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة. يا من علمتنا كيف نحب الأهلي، يا من عشت رمزا للشموخ والكبرياء الصادق، كم نفتقدك، وحشتنا يا كابتن صالح إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابة، حلقة في توقيتها مهمة جدا، كمان بتمر هذه الأيام ذكرى ميلاد الراحل الكبير مايسترو النادي الأهلي الكابتن صالح سليم. ألف رحمة ونور على روحه الطيبة الطاهرة وعلى كل العظماء الذين رحلوا بأجسادهم وبقوا بمواقفهم ودروسهم ومعانيهم. حاجة يعني والله العظيم تحدث بعض الأمور، كيف كان هذا الرجل ملهما، أستاذا يعلم كل من حوله دون أن يحاضر، ما بيقولكش اعمل كذا، لكن بالنموذج، بالنموذج يعني يعمل الصح ويحاسب على الخطأ، فتتعلم أنك أنت لازم تتصرف كده. مفيش زيف، كله صدق في صدق في صدق، مش عايز حاجة. يعني المثل بيقول وأدل الحرص أعناق الرجال لم يكن صالح يوما حريصا على أي شيء، صحيح، فلم يتمكن من عنقه أحد. وربما كانت دي عبقرية صالح سليم عليه رحمة الله.